ماشي هننتخب. ما هو انت عمرك ما الدستور هيبقى اولا، ما هو الدستور دائما لاحق على من يصنعه، يعني لازم الاول اعرف مين هيعمل الدستور وبعدين الدستور رقم اتنين. فالناس دائما كانت بتختار بمنطق عقلاني بحساباتها. حتى لما انتخبوا الاخوان ادى للاخوان 5 مليون صوت في الجوله الاولى مع الدكتور مرسي، وبعدين زودوا لهم 8 مليون لما وقف الدكتور مرسي متعهدا وقال خلاص احنا خلينا ورا ايه الاخوان لحد باب الدار. يقول لك انا مش هحكم بصفتي اخوان، انا رئيس مصر وكل المصريين واتفاق فيرمونت، وهو ده اللي جاب له 8 مليون. هيكون عندي مجلس ما يشبه مجلس رئاسي مدني، وهيكون عندي مستشارين واثنين نواب حد قبطي وحد. فاحنا قلنا والله ده يظهر لجماعه الاخوان المسلمين ينفع فصيل وطني. وساعتها صق يعني الناس كده تجاهلوا الاصوات اللي كانت بتطعن في الاخوان واختاروا. لقوا الاخوان قالوا لنا بقى له 80 سنه بيقولوا احنا مستعدين نحكم. طب خد يا عم المفتاح اهو لبس في الحيط. لا لا بس كفايه كده. طب هات لي المفتاح اقعد على جنب. اقعد على جنب على فكره احنا مش عايزين نضرك. نزلوا في رابعه وعملوا اللي عملوه وهددوا البلد وهددوا المؤسسات. فوقف الناس منهم موقف الرافض. هو قبله ان يكون جزء من العمليه السياسيه وقبله ان يكون حاكما، لكنه وجده غير قادر على الحكم وغير مؤتمن حتى على فكره التماسك الشعبي اللي عاده مصر تتمسك به. ابتدى يستخدم الفاظ وتعبير فلفظه قال له اطلع بره. لا بره يعني مش بس في السياسه، ده انت تفقد كل شيء، ولا حزب ولا برلمان ولا اي حاجه. وجم قالوا في الاخر خلاص.